ليس شيء أخوف لقلوب الصالحين وأشد إزعاجا لهم من خاتمة المطاف ونهاية التطواف في أرجاء الحياة الدنيا ومعرفة الحال التي سيختم لهم على الموت بها. ولأجل هذه القضية ذرفت عيونهم ووجلت قلوبهم، وكيف لا يكون ذلك؟ وصدى قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: ما يزال في آذانهم لا يفارق خواطرهم، حيث يقول رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم: فوالذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، ثم يسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل النار فيدخلها. قناة اعرف دينك. وإذا كانت العبرة بالخواتيم فخاتمة السوء هي والله البلاء العظيم والخسران المبين. اللهم إنا نعوذ بك من سوء الخاتمة. وفي كل يوم تنشر الأخبار وتتناقل الألسن عن أحوال بعض المحتضرين ممن ماتوا شر ميتة وداهمهم الموت وهم على حال لا ترضي الله تعالى ولا تشرف الأهل ولا تبقي لهم ذكرى طيبة يتذكرها من بعدهم، ليقفز إلى الأذهان تساؤل في غاية الأهمية: فما هو الذنب الخطير الذي إذا ارتكبه المرء عاقبه الله تعالى بسوء الخاتمة وفضحه بعد مماته؟ يأتي في طليعة أسباب سوء الخاتمة والعياذ بالله جانب العقيدة، لأن العقيدة إذا شابها شيء من الانحراف استوجبت ضلال صاحبها وزيغه عن طريق الحق والعياذ بالله. ومن لم يسلك سبيل الحق فلن يكتب له الفلاح أبدا. ففساد العقيدة أصل كل بلاء وأساس كل شقاء، بها يكون حبوط العمل وسوء الخاتمة وهلاك العاقبة. ومن البلايا العظيمة التي تقف حاجزا بين العبد وحسن الخاتمة الإعراض عن الله سبحانه وتعالى. والمعرض عن الله تعالى يعاقب على قلة اكتراثه بالدين واتباعه لهواه بالشقاء والخذلان، ويجازى المعرض عن الله على إعراضه وصدوده بإعراض الله تعالى عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه، ومن أعرض الله عز وجل عنه ساءت خاتمته ولا شك. ومن أسباب سوء الخاتمة أن يخالف ظاهر المرء باطنه، فيظهر للناس بمظهر الصلاح والاستقامة ولزوم العبادة، بينما يناقض باطنه هذه الوضاءة الإيمانية الظاهرة، فتكون هذه الازدواجية سببا في خاتمة السوء. يشهد لذلك حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، أي فيما يظهر للناس أنه من أهل الجنة وهو في الحقيقة من أهل النار والعياذ بالله. ويذكر العلماء في هذا السياق أن الحديث يشير إلى أن خاتمة السوء الحاصلة تكون بسبب دسيسة باطنة وأعمال خفية للعبد لا يطلع عليها الناس، إما من جهة عمل سيء أو معتقد باطل أو شائبة نية أو نحو ذلك، فتلك الخصلة الخفية توجب سوء الخاتمة عند الموت والعياذ بالله. وذنوب الخلوات هي أخطر الذنوب، وقد تفضي بصاحبها لسوء الخاتمة. ويدل على خطرها قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم:
لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضة، فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. قال ثوبان رضي الله عنه: يا رسول الله، صفهم لنا، جلهم لنا، ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فما بالكم بالذي يعاقبه الله تعالى بأن يموت وهو يرتكب ذنوب الخلوات؟ فهذه تكون أسوأ خاتمة والعياذ بالله، وتكون نهايته بأن يفضحه الله عز وجل شر فضيحة في الدنيا قبل أن ينال جزاءه في الآخرة. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. ولسوء الخاتمة أعاذنا الله عز وجل منها أسباب، ولها طرق وأبواب، وأعظمها الانكباب على الدنيا وطلبها، والحرص على الدنيا والإعراض عن الآخرة، والإقدام والجرأة على معاصي الله تبارك وتعالى. وربما غلب على الإنسان ضرب من الخطيئة ونوع من المعصية وجانب من الإعراض ونصيب من الجرأة والإقدام، فملك هذا قلبه وسبى هذا عقله، فربما جاءه الموت على ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: واعلم أن سوء الخاتمة أعاذنا الله تعالى منها لا تكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه. ما سمع بهذا ولا علم به ولله الحمد، وإنما تكون لمن له فساد في العقيدة أو إصرار على الكبائر وإقدام على العظائم، فربما غلب ذلك عليه حتى ينزل به الموت قبل التوبة. وإذا عشعشت الذنوب في القلب وتكاثر ورودها في القلب كانت سببا في سوء الخاتمة. والسر في ذلك أن القلب يتأثر بذنوب العباد ويتكدر صفاؤه بها، فإذا أذنب العبد كان الذنب بمثابة النقطة السوداء التي تعلو الفؤاد، وما لم يبادر صاحبها إلى التوبة والأوبة والرجوع إلى الله تعالى زادت مساحة تلك النقاط حتى تطغى على القلب كله، وهو الران المذكور في قول الله تعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وأسوأ أمراض القلوب التي تفسده الرياء والكبر والعجب والغرور والغش والخداع والمكر والكيد والنفاق وخبث الطوية والطمع والأثرة والشح واليأس والقنوط وسوء الظن بالله تعالى والتسخط على أقداره واتباع الهوى، فأي من هذه الأمراض وغيرها تكون سببا في هلاك صاحبها وخسرانه فضلا عن سوء خاتمته؟ والقلوب لا تدرك السعادة وحسن العاقبة إلا بسلامتها، مصداقا لقول الباري جل وعلا: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ومن أسباب سوء الخاتمة تسويف التوبة وتأجيل الأوبة اغترارا بطول الأمل وحب الدنيا وكراهية الموت. وما هلك من هلك إلا بالتسويف والمماطلة. ولذلك جاء الأمر الإلهي بالاستعداد للموت، قال عز من قائل: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. يقول ابن المبارك رحمه الله: احذر السكرة والحسرة، أن يفاجئك الموت وأنت على الغرة، فلا يصف واصف قدر ما تلقى ولا قدر ما ترى.
لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناة اعرف دينك.